السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله على الأصدقاء والأحباب، كيفاش عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ مضخمين مع راسكم؟ اليوم إن شاء الله جينا هنا، خرجنا للطبيعة نتغداو هنا إن شاء الله. دابا حنا وصلنا، باقي العائلة أخرى عاد مجا أبقى معنا، ما تمشيو فين، احنا راجعين لكم. يلا تحياتي لكم جميعا. كما كتشوفوا الزيتون، ها الزيتون، ها شو تبارك الله، هذا كامل زيتون، هذا الزيتون جدي، هذا عارفينه ياك، هذا الزيتون جدي، هذا كما كتشوفوا، شو تبارك الله، شوف 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 انتو ما كتشوفوا، شوف شتي الزيتون مضخم، زيتون فابور. سيدي مرحبا بكم، تجيو الزيتون، مرحبا بكم. الزيتون هذا زيت لا شجرة، هنا الزيتون ديالها باقي زرق، هذا مزيان الماكلة، تعدلوا في الدار. يلا بصحتكم، بقاو معنا ما نمشيو فين، باقي نصور لكم بزاف ديال الحوايج. تحياتي لكم. انتما كيما كتشوفوا ها الخير ديال الزيتون، ها شوف شوف تبارك الله، شوف 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 صافا اجي سي، تبارك الله، شوف الله يهلا الخير، خير الزيتون، الخير الخير، شوف على الارض، على الارض الزيتون، الزيتون على الارض، شوف ما شاء الله، شوف تبارك الله، شوف تبارك الله، شوف شوف هذا، شوف 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 خير الزيتون، شوف تبارك الله، تبارك الله ما شاء الله، شوف كلشي زيتون، شي زرع عامرة، هادشي كامل اللي كتشوف هنا كلشي زيتون، هذا ديال جدي، هذا زيتون جدي، هذا الله يرحمه ويوسع عليه، شوف الخير، مرحبا بكم، شوف تبارك الله، شوف هادي عامرة. هادي صفاء، شوف شوف هادي عاود، تبارك الله، تبارك الله، عرفتي تقريبا من الصيف واقيلا من شهر، شهر سبعة ولا شهر ثمانية ما وصلت لهنا، ملي جيت دابا شوف تبارك الله، شوف 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 اجي صفاء، اجي حيد ديك السلسلة صفاء، اجي مبقاش نعمل بسهالة انت. فين اختك؟ فاطمة فيني؟ شوف شوف هذه عاود عامرة، تبارك الله، شوف هذا باقي صغير، هذا شوف 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 تبارك الله، شوف شوف تبارك الله، شوف شوف ما شاء الله، شوف شنو صفاء؟ شوف عندك، شوف نقول لكم شوفوا الزيتونة، صفاء كتقول لكم الزيتونة، ولكن جنيتي غير ثلاثة، هاتي نعمر لك يدك بلاتي. لا تي غنشوفو شي حدادي ديالها رقيوق، غنشوفوها منين، اجي من هنا، اجي شوف شوف تبارك الله، شوف شوف تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، الى الخير، ها شوف عامرة، شوف شوف ما شاء الله، شوف 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 والله الى هذا الزيتون، هذا كيبقى هنا غير كيطيح، ما كاينش اللي كيديه، هذا نقول لكم جدي، هذا الزيتون ديال الدولة كيتسمى، ديال البلدية، هذا عملوا هذا الزيتون، الناس هنا كيجيو كيخرجوا مع ولادهم ويجيو للطبيعة وياكلوا ويشربوا ويشويو، وعندهم جمر تا هما معدلين، وملي كتجي لهنايا كتشبر واحد الميكا ديالك وتعمرها بالزيتون وديها تمشي تصغبها وتمشي ديها للدار ديالك تاكل الزيتون، الزيتون بلدي. ها زيت جنيدي، ها شو ها صفا اسيدي جد، وي 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 وي، انا نقول لهم بالصحة، بالصحة، هذاك هما ديالي سمعتو. يلا ما نشوفو فين، بقاو معنا، باقي غنصورو كتار ان شاء الله يا ربي. شي فيكم عارفه هذه الشجره، هذه هذه يمكن كامل كتعرفوها، تبارك الله، هذه شجره الخروب، صفا ديالي هاكا طب، هذا انتم كلشي عارفينه، ها هو هذا شجره الخروب، هذا صفا، وريها صفاء ديالي، شنو هذا كبا ديالي؟ الخروب، قول الخروب، 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 هذا المن مزيان هذا الخروب؟ ها
هذا الخروب لمن مزيان هذا؟ هذا مزيان المعدة، هذا المعدة مضخم هذا. هذا سمعت انا ذاك النهار قال لك احسن قهوة قهوة ديال الخروب هذا، قال لك تحمروا وتطحنوا وانتينا بالقهوة. ها كما كتشوفوا شوف تبارك الله عامرة ها هي، شوف شوف ها دابا هذا كيبقى هنا غير كيطيح. ها شوف تبارك الله شوف ها الخير الحمد لله الخير. ها شنو اخر ها النوار ديالو شوف كيفاش عامل، شوف شوف سبحان الله شوف عامر. ها عامر صافا ديالي عامر ولا خاوي؟ عامر اشنو؟ عامر عامر ماشي امر، عامر قول عامر. عامر عامر هو هذاك. ها هو صافا ديالي. ها ها شوف شوف هذا 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 مزيان، هنا ثلاثة مع بعضهم شوف هاكا صافا. شتي حاجني ثنتين شني ذي وحدة واي هاي، وديك الزيتونة تبقى عندك في اليد. ها شوف شرف هنا هذاك الليمون راه في الجيرة فينا في الجنان هذا كامل ديال الليمون ولك هذاك ديال موالي. باه اه هاد الزيتونة تبارك الله عامرة هذه باقي ان شاء الله نطلع الفوق غنشوفوا اللوز. اللوز عاود اللوز فابور اجني اللوز وكون مع راسك ما كاينش اللي يقول لك اودي اش كذا عمل ياك صفا ديالي. فين غنمشيو من بعد؟ فين غنمشيو؟ نشوفوا اللوز. قول اللوز. اللوز اللوز هاي ذي هذي. قول الخروب. الخروب الخروب الله يرضى عليك هاي تعلمتي. شوف دابني غنمشيو لعند جدك شنو غنشوف من تما؟ الزيتون. الزيتون واش اخر؟ ها الصغار تاع الشباب هذه مسكينه دابا هادو كاملين هاد اللقاح هذا لا لا دابا هادو كامل خصهم يتعشبوا ويبقى غير الشجره بوحدها اللي تنتج مزيان. يلا تحياتي لكم. مرحبا بكم اسيدي. ها حنايا ها اشني هذه 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 الطرطه هي التورتيه ابوكاديوس البيتزا تبارك الله شو الخير البيتزا تبارك الله وهذا معمرين تبارك الله المرادة. آه احنا دابا نتغداو دابا ان شاء الله يا رب. يلا بالصحة والراحة بصحتكم مرحبا بكم. آه مرحبا بكم. ها ابوكاديو عرفتي علاش جبنا شي طيبنا في الدار وجابوه؟ حيتاش باقي ممنوع تشعل العافية هنايا حتى 15/10 عادي يمكن لك تشعل العافية. هذا هو القانون اللي عندهم. يلا تحياتي لكم نمشيو فين كاع غنصورو كثار. احنا الحمد لله تغدينا سالينا على المجمر اللي قلت لكم انا عندهم هادو معدلين هنا المجمر عندهم هذيك ديال ديك الطروات ديال الزبل حاشاكم فيها تعمل الزبل عاود حتى هو عندهم هنايا عندهم هنا معدل ها هو الميكا ديالو وكلشي كيجيو البلديه كي في العشيه كيجمعوا هادشي اللي كاين كيمشيو حالهم. هذه بلاصه مضله على حساب على حساب الشتاء ولا شي حاجه كيعملوه واش داك الانسان هنا وجات الشتاء ولا شي حاجه على غفله كتصيبهم هنايا مخبعين. وهذيك المساح المسه راه هي فين الا بغيت تجلس على المسه راه المسه جميع البلايص عندهم هنايا المسات المسات قدام المجمر المجمر ديالي. ها آه المساح داخل اللي كتشوفوها راه هي فينها ها هي شتو المسه هذاك عاود قال لك الطروات ها هما فين هما دابا غنضربو عرفتي غنمشيو. يلا تمشيو معنا الا بغيتو غنطلعو لواحد البلاصه واحد المنظر واعر 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 واحد البلاصه واعره وغنمشيو ان شاء الله تما ماشي الزيتون اللوز 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 غنمشيو نشوفو اللوز ما عارفش انا واش فيه ولا ما فيه شي ولكن غادي نشوفو وبقاو معنا حتى نتوما غتشوفو بعيناكم. شوف هادي طلعة هادي من هنا كطلع واحد ديال الضو ديال البلدية كاين في الراس الضو والما ديال البلدية نطلعو مع الطريق هادي السيارات ما كيطلعوش هادي خاص ديال البلدية هي اللي كطلع من هنا. ها كيما كتشوفو عندهم السنسلة
شتو الطفل ديالو. احنا كنطلعوا على رجلنا واخا نمشي ماشي مشكله. فعلا منظر رائع. هذيك البلاصه اللي كتشوفوا راه فين؟ في ديك الجبل هذاك، هذا كامل الليمون، هذا كامل 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 ديك الجبل كامل ديال الليمون. وهذيك الشركه ديالو راه هي فين؟ هذيك ديال الليمون. ها شوف، كل ما زيد كل ما زيد طلعت الفوق كنشوف منظر رائع. شوف السيارة فا شحال هذه في الأول، ها كما كنشوفوا كما شفتوا هذه هاد الزنق هذه اللي فيه حنا فيه جالسين حنا فينا في هاد الزنق هذا، وكاين آخر ها هو فينو هنايا في الجهة هذه، ورا آخر فين هو اخرى هو فينو. هنايا كنا كندخلوا بالسيارات ديالنا حتى لهنا، حتى لهنا كنجيو فهمتي. ايوا من بعد جات البلديه وبلعت فينو ديك الزنق، راه هو الاخراني اللي قدامه تما، عملوا واحد الباب كبير وكيبلعوها دابا، حيت بقى بنادم كيدخل بالسيارات ديالو فهاد الزيتون كامل كيكوز الربيع اللي كيكون طالع كامل كيطحنوه فهمتي، ومع العيال الصغار كتصيبهم حتى هما عاود كيدوروا هنا. وقال لك اودي من الاحسن يبقاو السيارات على برا. دابا اللي هن كاين واحد باركي كبير عاملين لهم باركي، كتباركي تما السيارات ديالك وكتجي بحالك على الرجل لهنايا. لا بغيتي تخلي بحال غتجلس هنا كتنزل السخرة فينا قبلت هاد البلاصه هذه، كنزل السخرة تما وكيجيبوا السخرة اللي معاكم، انت كدي السيارة ديالك راه فينا كتباركيها تما وصافي. ديك الساعة كتجي على رجلك من هنا، ديك الساعة تجلس لتحت ولا تجلس هنا فيما بغيتي. هادشي علاش انا باغا نمشيو. ها انتوما كيما تشوفوا، شوف ها شوف سبحان الله، شوف الجبال. تصور هاد الموطا هذا كيجي الانسان كيرتاح فيه والله الى راحه البال. غنبقاو معنا حتى نوصل الفوق، نعاود نصورو دابا نقطع بعد نعاود نصورو ان شاء الله. بقاو معنا ما نشوفين. ها حنا رجعنا، راه طلعت شويه دابا كل تحت، راه كيشوف واحد المنظر رائع 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 روعه. شوف واحد البلاصه انتم ما تشوفوها، شوف شوف الله اكبر، شوف يا الجمال، جمال الطبيعه الخلابه، شوف ما شاء الله. شوف ها الشجر ديال اللوز، ها هي الشجره هذه، ها الشجره اخرى، ولكن كيبان لي ما فيهم شي، سقطوهم ولا داوهم ولا العقبه طلعه صعيبه. هذا السد، هذا السد اللي عملوا له، شوف شو الظروف فين هو هذه، ولا نقرب لكم شويه بالكاميرا شو الظروف فين هو هذه. هنا شو الناس كيفاش كيعدلوا البلاد، ها شوف كيهتموا بها، شوف شوف. ها دابا اجي انتينا من تما، اجي من تما على الرجل، اجي من هنايا واجي هنايا، اجي هنا شوف يعدلوا لهم البلاصه هذه لداخل. دابا فيها الكراسه ديالها كما كتشوفوا، كتجي تما وتجلس وتمنظر مع راسك. ايوا ديك الساعه تمشي بحالك. ها شفتي ان شاء الله منظر رائع، ما شاء الله منظر رائع 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 والله رائع ما شاء الله. ها انتم كما تشوفوا، شوف 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 والله الا بغيت نشارك معكم هذه الخرجه ديال هذا النهار. نتمنى هذا الفيديو هذا توصلوا لاعلى مشاهده، الله ينوركم. سبحان الله، جعلنا من الماء كل شيء حي، سبحان الله. الماء هي الحياه، اذا ما كانش الماء ما كاين والو. شوف شوف سبحان الله تبارك الله. السد هذا داير راه في ديك القنت هذاك داير من الجاد لهن،
ملهيه دابا كيطلع من تما السد، كيطلع من تما وكيطلع مورا داك الجبل هذا وكيطلع حتى الراس تما. شي مرات كنمشيو لتما للراس ديال السد عاود، تما كنمشيو نجلسو كنتغداو تما. صافي نشوف غير نبقاو معنا نقطع باش ما نطولش عليكم فيديو، نقطع ونمشي حتى راه ديك البلاصه الفوقانيه ان شاء الله، ديك الساعه غنوري لكم تما المنظر كيفاش كيجي. يلا الله فراسكم ما نمشيو فين طالع، وما بغيتش نفوز هذه اللقطه. هذه هذه عرفتي شنو كنعملوا لها؟ هذه شنو كتسميو لها؟ هذه هذه واحد الريحه في شكل شو. ها هي دابا اللي عايش في الباديه عارف هذه شنو هي. ها شو هذه كنقولوا لها حنايا تيلير فهمتيوا، هذه كنقولوا لها تيلير. هذه ملي قلنا كنرعاو المعاز ولا كنصيبنا في شي في بلاصه بحال هذا في الباديه وكيزلق شي واحد كيطيح وكيتضرب له رجلو ولا يدو، شنو كنعملوا لها؟ هذه هذه الورقه ديالها، الورقه ديالها كنشبروها وكنقطعوها وكنشوفوا شي حجره مواطيه وكننزلوا ديك الورقه عليهم وكندقوها كندقوها مزيان وكنشبروها وكتعمل لها يدك وكتلوي عليها شي حاجه. وهانتينا ها هي اخرى اللي فيها غير الورقه. ها هذه هذه التيليرت، هذه هاي ما كتشوفوا هذه، هذه تيليرت. ها هي تيليرت كنشوفوا بحال هيدا انا والله الا هذه الطريقه مجربه 100%. انا من لكم دابا ها شو هذا كتجي بحال هيدا ياك، هادو هادو هاد الورق هادو هادو مالكين. ها 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 دا كتشبرها بحال هيدا، كتعمل لها هيدا 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 بحال هيدا، وكتشوف شي حجرة عاود تا هي شوية مبسطحة شي حاجة بحال هادي بحال هيدا، كتشبر وكتدقها. هاد الحجر هادا غير على قدو هيدا. ها بحال هيدا ها شفتو ها هايب شتو ها هي بحال هيدا، نقلبوها على الجهة أخرى كيما كتشوفوا. ها شو هايدا ها هايدا هادي عرفتي الجرح تقبطلا هادي كبرة غدا ان شاء الله تصيب ديك اللحم تشمعات صافي. هادي هادي تيليرت، هادي كنقولوا لها حنا تيليرت ولكن نتوما ما عرفتش اللي كيعرف السميه ديالها بشي بشي منطقه اخرى يقولها لنا يكتبها لنا في التعليقات. بحال هادي دابا ها هي ها شو ها شتي هذا دابا شو شو غتطلق منا شي ما بحال شي ما هايدا شتي هاهي ها شتي هاديك الماء شتي الماء ديالها هاي هاي شتي طلق ديك الماء شتيها. دابا بحال هادي كتشبر وكتعملها على البلاصة اللي مجروحة اللي مضروبة، تقص القشرة كاملة الجلدة تقلعات وكتشبرها التيلرت هادي وكتعملها عليها هايدا، وكتشوف شي 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 طرف ديال ديال شي دربالة وكتلويها على يداك ولا رجلاك ولا وصافي، وخليها هيداك النعام سيدي مع مع الصباح حيد عليه ولا عاود لغدا عاود عمل لها نفس الطريقة. اللحم دغيا كتجمع وكتبرا سبحان الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هادي ها تيليرت، هادي مسمية تيليرت. هاهي أسيدي الوصفة هادي مجانا تستاهلو كل خير. يلا بقاو معنا ما نمشيو فين حتى نوصل للفوق ان شاء الله، وديك الساعه نصور لكم كثار. باقي ما وصلتش للفوق، عاوزت واحد الحاجه عاود اخرى حتى هي خصني نوريها لكم. واحد الحاجه هذه كنسميوها حنايا، هذه كنسميوها الضرو. هذه هذه الشجره ديال الضرو هذه هذه ها شتو انتم ما عرفتش المنطقه ديالكم شنو كتقولوا لها حنا فهمتيوا، هذه كنقولوا للضرو. هذا الضرو هذا هذا كياكلوه المعاز كيحماقوا عليه هذا ها شي وكتعمل شي القوق حمر. ها هما ديك القوق حمر شتيهم هما هادو هادو شنو هادو شنو كنقولوا لهم هاد القوق حمر حنايا كنقولوا لهم هذا أغاز أغاز ديال الضرو، هذه اللي كنقولوا لهم فهمتيوا. وانتم راه كتقولوا شي سميه اخرى كتبوها لنا في التعليق. يلا تحياتي لكم ما تمشوا فين. فاحنا وصلنا في الراس من الجهه الفوقانيه، هذيك البليصه هذه فيه كنا مريحين راه هي هذه اوطوبيه الطريق اللي كتمشي له مشي لكرانادا ولا تمشي لسيبيا من هنا، الطريق هذه هي اللي كتمشي. اشوفوا الجبال اللوزة هاتي ندخل يدها ومن هنا اللوزة هذه كانت عامرة هذه ها هو شتي هاي وحدة
اخر هذا شناو منه اخر حين هاي اشتغل انفاس صرت برك الله كيما عرفت شي واش حلو ولا مر. دابا غنهرسو نهرسو دابا شوف شي حجره نهرسو ونقول لكم كيفاش عاملوا. واش شوف يا اخرى هي صغيره شوفينا هي ها انا ما عرفت شي واش حلو ولا مر. ديك الساعه نعاود لكم القصه ديال اللوز مر اش كنعملوا به حنا في الباديه علاش اش كنعملوا به ولا الصالح. عملت الدعاء الكاميرا سمحولنا ها انتم كيما كتشوفوا هذه بحال اللي عندنا حنايا في الجهه ديال ساكان وباب برات ولكن هذا ماشي اللرز هذه حنا كنقولوا لا تيذه هذه تيذه هذه ماشي اللرز هذه تيذه هي عامله بحال اللرز ها نفس الشطاب نفس كل شيء بحال اللرز عامله شتيها ها الناس ديال الباديه غادي يعرفوا ها شتو هي فيه واحد الفرق واحد شويه الفرق لا تنشوفوا شي حجره غنشوفها فين يعني غنمشيو غادي نسيبو شي حجره ونهرسو هاد اللوز نشوفو واش مر ولا حلو هذا غادي هنايا اما نضرب فيديو رائع كنتمنوا ان شاء الله توصلوه اعلى مشاهده الله ينوركم هاتي نقفو التليفون هنا هايدا غنهرسو هادي نشوفوها كيفاش عاملة هات ها اشوية يا سبحان الله ديك الصغيرة اللي خرجت مزيونة شوف ها هي هذه قيسة لا وهذه حلوة هاي لا حلوة حلو لوز ديال الحلو الصحة والراحة ها تشوفوا ماجي هادي تشوفوا ملقا ها بيكم هاد المنظر هذا شوف على منظر هنا رائع عاود شوف 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 ما شاء الله شوف 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 ما شاء الله شوف هذه مدينة ملقا هذه هذه مجيئة الفوقانية ها هي كما كتشوفوها شتو يلا بقاو معنا نشوف انت نطلعو الفوق نطلعو على السد عاود الجيئة الفوقانية ها نصيت واحد الحاجة عاود بغيت نشاركها معكم ها هي هذه شنو كتسميوها هذه ها هي هذه هذا حنا كنقولوا له في نتيوا امزال هذا امزال وهذا في واحد في شي اوقات كينفعنا بزاف هذا كينفعنا بزاف هذا حنا في الباديه كينفعنا بزاف علاش كينفعنا هذا ملي كتصيب العواد عندك في الزقين وكتبغى تشعل الفران ديال الخبز ولا الكانون هذا دغيا كتشعل فيه العافيه دغيا كتشعل العافيه في هذا كيجيبوه الاكثريه باش يشعلوا به العافيه ماشي باش يحميوا الفران هذا باش يشعلوا غير العافيه هذا امزال وحتى الكسيبه كياكلوا حتى الكسيبه كيعجبهم هذا كياكلوه وتحياتي لكم انا صبت شي حاجه غنشاركها معكم انا ماشي نكتشفوا بزاف ديال الحوايج هاد النهار هنايا انا قربت هنا للراس احنا الراس حنا طلعنا واحد الطلعه واعره الله اكبر ما شاء الله الله ها انتم احنا وصلنا للراس تقريبا ماشي للراس ولكن للراس
راه خصني ديك كودية راه هي غنمشي ليها إن شاء الله. بقاو معنا ما نمشيو فين وغنوريكم شي بلايص عاود واعرين 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 واعرين. شوف سبحان الله هذا هذه العزف. ها العزف نوريكم واحد الحاجة. كنا حنا ملي كنا كنرعاو الكسيبة المعاز ولا الغلام ولا شوف سبحان الله هذا اللي هنايا هذا ها هو هذا ديال العزف هذا. شوف شتي ها هو هذا التمر ديال العزف هذا شتوه. شوف سبحان الله غادي نشبر باليمين غنقيسها بسم الله. روعة نتوما كتشوفوها انا كليت منها. شوف شوف حتى التمره نيشان. هذه غنشوف نحاول واش نقدر نقطعها من هنا لا ما نقدرش. دابا الله يستر هنايا دابا الحنوشه قدرت نقطعها ولكن نقدر نحيد لها التمر هذا صح. التمر نقدر نحيدو إذا كان حيدتو ها شتو ها هو ها. هذا التمر ديال اللي كيكون في العزف هو هذا. نحاول نعملو في الجيب وهذا عاود هذا القلب هذا اللي كيكون هنايا هذا كنا حنايا كنقلعو له هذا كنجرو عليه. ها هو شني كناكلو له ها هذه كاملة ها اللي كناكلو له هذا الراس هذا. كيما قلت لكم ها غادي نشبروه باليمين. شني كناكلو له هادشي هذا صافي ها هادشي اللي كناكلو. وهاد العزف هادي كيعملو بها الشطاطاب ديك شني الشواري ديال البهيمه شني اخر ديك القفه اللي كيحتشو فيها الربيع هاد العزف هادي الوطاف. لك كتعرفوا الوطاف كنا كنصنعوه مع هاد العزف هادي الوطاف اللي كيشبرو كيلويو هذا وكيضربوه هادي كنا كنعدلو بها بزاف ديال الحوايج. ولكن اللي كيفهم حنا ان الناس في الباديه خاصين مختصين في هادشي هذا فهذا الشواشي الشاشيه جبليه مناش كتصنع مع هادي هادي اللي ما كيعرفش الشاشيه جبليه مناش كتصنع ماشي من هاد الورق هادو لا ها مناش كتصنع من هادي مناش كتصنع من هادي ها شتي هاي سبحان الله هادي اللي كيصنعوا من هاد الشيء هذا. نشوف هذا شوف واش باقي فيه ديك التمر تشكني ديك العزف تشكني هنا الله يستر شي حنش شي حيه ولا الله يستر غير تشنكله. نشوف تما البلاصه هذه مدبوغه شوف انتم كما كتشوفوا شوف ها هو ديك التمر اللي كتشوفوه ها هو شتو ها هو حلو ها هو حلو نشوفكم بلا تحكم الكاميرا ها هو شتو ها هو حلو ها هو هذا سبحان الله هذا هو. شوفنا هنا التي نوريكم على واحد العشبة أخرى مزيونة إن شاء الله منظر سبحان الله. شوف منظر روعة الله إلا روعة. يا اخر عود العزفة اخرى شوف واش عندها هذا هذاك التمر ديالها هذا راه حتى هو هنايا ها هو التمر ديالها ها هو فين
لو كيجيو كيجيو هذيك كياكلو. ها هو شتو، ها هو هذا، سبحان الله. ها هو كيما كتشوفوها، هذا اللي قلت لكم انا، هذا اللي كيكون في القلب، وهذا اللي كيعدلوا به ذاك الشيء. ذاك اللي قلت لكم الشاشيه الجبليه والشواري والقفة كيعدلوه من هذا، هذا كيعدلوه. هذا عاود، ها هو واحد العجبة اخرى عاود. شو سبحان الله، شو شحال اكتشفنا ديال العشب. شو هذا، شو على ريحة فيه واعرة رائعة. شو هذا كيعمل هذا النوارة الروسة، شو بحال الروسة كيعمل هذا. وهذا كيصبار البلايص المناطق اللي ما فيهمش الماء بزاف، هذا كيصبار. هذا حنا كنقولوا له الحلحال، هذا الحلحال كنا كنعطيوه للبهايم، باش يكون البهايم كنعطيوه له بزاف كياكلوه. كيكون ديك الايامات الربيع ما كاينش، بحال التسويعه هذه، على التسويعه هذه، هذا كنمشيو كندوا البهيم ديالنا وكنربطوهم، هذا كياكلوا هذا الحلحال هذا. ومن بعد ملي كنكونوا راجعين في العشيه، ملي كنكونوا راجعين في العشيه كنشبروا هذا الحلحال هذا ونقطعوا منه شويه ونعملوه في الشواري ونطلعوه للبهيمه تاكل. كتصيب ديك الساعه، فهاد الساعه كتصيب الحلحال موجود. باقي غن واحد العشبه كنفتش عليها، ما صيبطلاش شي عاد كنفتش عليها نصيبها. خليكم معنا باش ما نطولوش عليكم فيديو. ها هي انا صيبطها، ها هي هي هذه، هذه هذه شنو كتسميو، هذه هذه الزعيطره، هذه الزعيطره ماشي الصحتار، الصحتار الصحتار بوحدو، هذه الزعيطره هذه. ها هي شتوها، شوف الله على ريحه، الله على ريحه واعره بحال هذه. دابا البيتزا بزاف، الطواجن، هادي هاد الورق ديالها دابا باقي صغيرة، الله بدات كتلقح، الله بدات كتلقح الورقة. شتو الله بداو الورق ديالها طالعين، ملي كيكبرو كتحيد لها هاد الورق هادي وكتعملها مع الماكلة، كتجي واعرة 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 واعرة. هادي هي العشوة اللي قلت لكم كنفتش عليها، هي هادي، ها هي. ها حنا دابا وصلنا لهنايا للراس، للراس لهاد الكودية. ها هي حتى هي هذه، ها الزعيطرة هي موجودة هنايا، موجودة. ها شو شو على منظر هنا، الله 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 الله، روعة. النار جبتكم، جبتكم معايا لوح منظر رائع. شو سبحان الله، شو 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 ما بين الجبال، شو الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سبحان الله، لما كاش الماء ما يكون والو. هاد الجهه هادي، شوف هاد اللوزه هادي كتبان لي عامره باللوز، نقدر نمشي ليلها نهود ليله، كنخاف نطيح هنايا وحده هاد الهبطه هادي. شوف على الهبطه هنايا، الله طيحت وطفى التليفون عرفوني راه راه مانوتشي انا، كان الله طيحت ونط عرفوني راه شتو. السلام يا ربي، ديك الهبطه جات هبطه وحده، فعيشنا في الباديه صعيب. الله يستر، جيت غير بتشانكلا، شوف جيت غير بتشانكلا، الحنش لك الله يستر لك شي حنش هنايا. ها هو تبارك الله، شوف عامرة باللوز، عامرة 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 عامرة، شوف شوف ما شاء الله. شوف دابا هذا شكون اللي غيهضر معاك، اجي هنايا وهز لا، وشوف شوف مفاشر تبارك الله. والله تقول حنايا في الجنان، في الجنان ديال جدي. ها شوف سبحان الله، شوف شوف غن غنشبر غن غنجني شي حاجة وغادي نهرسو قدامكم وغنشوف واش اللوز واش حلو ولا حر، غنشوف واش حلو ولا حر قدامكم إن شاء الله. ها حنا جنينا هادو، شي مرة التليفون ما نعرف مالو كي كدب ما كيبينش مزيان. ها شتو، نشوف واش حلو ولا حر. ها هو شوف سبحان الله،
عامره شوف عامره باللوز. شو اللوز تبارك الله، اللوز فابور. اجي لهنايا وهرس اللوز، جني اللوز وهرسو ودير الدار ديالك، عمل منه الحلوى ولا عمل منه السفوف ولا عمل منه اللي. شوف شو ما تجي هذيك طار. شوف شوف تبارك الله، شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف نعملو شي تصاور منه. شوف ما شاء الله التي غنهرسو هذا. منظروا لي مع راسكم انتوما طبيعه يكون كيلي هنا يحكي نهرس لكم اللوز. ما يستر شي حنش وصافي. لكن نهرسو اللوز ونجربوه ان شاء الله. لكن حلو شوف، راه كنفهم نهرس اللوز. راه شو حيتاش ما عنديش كيفاش نعمل باش ندير لكم. كيبان ولا ما يبانش الله اعلم. شوف شوف ها التهريس ديال اللوز. شوف ديك شي ساهل. راه عشنا في البادية، اللي عاش في البادية ما تخافش عليه. اللي ما كيعرفش يهرس اللوز، ها التهريس ديالهم. بلاتي نشوف شي حجرة، اللي كيضغط لها كرجة بحال هادي. ها اللوزة شي واحد داين، الناس ديال المدينة ساكن عود ما عندهم شي هذا الجنان على يدك. نزل لي هيدا. شوف ها دابا خايل لك الله يرحم الوالدين ديالك. ها هذه مسكينه تبقى فيها ماذا قال. شوف هذه تبقى فيها ماذا اقول. شوف ها اللوز اللي هرسوه، اللي كيفهم يهرس اللوز ها هو. شوف النوايا كيفاش كتبقى، النوايا كتبقى كما هي. ها اخرى عاود هي فيني. ها هي ها اخرى، ها اخرى عاود هي. ها هي هرسنا هنايا اربعه. ها هما شتو، ها اللوز. بسم الله دابا نجربو. بسم الله. امر كلتهم باربعه دنوات كلتهم مرين، واخا مرين ولكن ماشي مشكل، فيهم شله فوائد ديال الجسم ديال الانسان روعه. واخا مرين ماشي مشكل. نعاود لكم قصه ديال اللوز ديال المر وشني كنعملوا حنا فيه في الباديه، علاش كنحتاجوه اللوز ديال المر. ولكن اللوز ديال المر كيكون عندنا شي بعض ديال الشجرات قلالين في الباديه، كيكون عندنا في الجنان ديالنا ولا ديال الناس، دي اي واحد كيكون عنده اللوز ديال المر، والاكثريه الناس كيقطعوه كيخلوا غير شي شجرات قلالين. كون تقولوا لي اللوز ديال المر علاش؟ اللوز ديال المر احنا ملي كنجمعوا اللوز ديال المر كنديوه للدار كنهرسوه، ياك كنهرسوه كنديوه للسوق كنبيعوه. اش كنشريو باللوز ديال المر؟ راه ضروري الا كنتي عايش في الباديه وكان عندك اللوز، راه ضروري كوزتي من هاد المرحله هادي. شني كنشريو باللوز ديال المر؟ ما كنشريوش به السكر ولا الزيت ولا، اش كنشريو به؟ كنشريو به اللوبيه، العدس، البصره ديباون، المسائل اللي كتصلح في الشتوى بحال اللوبيه والعدس والبصره ديباون. فاش كتكاشطر بزاف فاش كنستهلكوها هي في الشتوى. هاد الشيء علاش كنخليو حنا اللوز ديال المر ما كنحيدوهش كامل، كنخليو بعض ديال الشجرات. هذاك هو كنهرسوه، كنسقطو ديك اللوز ديال المر وكنديوه للدار وكنهرسوه وكنديوه للسوق كنبيعوه وكنشريو به هاد القطنيات هادو. ها انتم عرفتوا، خليكم معنا ما نمشيو فين. باقي غنمشيو لديك الجهه، راه فين ان شاء الله يا ربي غنمشيو لديك الجهه وغتكتشفوا عاو شي حاجه واحد المنظر رائع. وكنتمنى ان شاء الله تشاهدوا هذا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله يا ربي. تحياتي لكم.
جبت واحد اللوزه اخرى غنشوفها. دابا غنحيد غير وحده ونقيسها، ما نعملش بحال قبيله. قبيله برزت ربعه. ها هي شوف تبارك الله، ها مفشره تبارك الله، مزيوناها. غنهرسها وغنشوف واش حلوه ولا مره. شو عامره، شو صغيره وعامره باللوز تبارك الله. شوفها، شو وحده من تحت منها عاود عامره حتى هي. بسم الله التي غنهرسو هذه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أو روعة، حلوة لوزة، حلوة هذي، حلوة هذي. هنشوفوا هذي، نقول لكم انا اللوز هنايا لوز مهرق اللي ما خصوش يجمعوا. لكن بحال اخر عايش في المدينه واش غايجي يتعلق لك على اللوزه ويجني لك اللوز ويهرسو. ها شو هذه، شو شو هذه تبارك الله. ها شو ها هذه جنيت منها جوج. انا باش تكون حره مره، ماشي حره مره، حنا كنقول التليفون هنا غير سمحوا لنا وصافي. نقيسوا هذه ونشوفكم دابا. هذه سلطة عيانة، هذه بسم الله مزيونة واعرة. شوف شوف تبارك الله، والله إلا عامرة. ها شوف ها شوف شتوها، ها شوف ها ها اللوز. شو ها شو اللوز تا هو طايح في الارض، تبع شفتو طايح. ها هو ها شتو ها ها اللوز طايح في الارض. سبحان الله، الله اكبر. عندكم تطلع على واحد، ها واحد العشبه، واحد العشبه كانت العدوة ديالي انا. ما كناش كنتحاملوا انا وهي، ما كناش كنتحاملوا انا وهي تماما. عرفتوا شنو هي؟ ها هي هذه يا اخوتي، هذه هذه كانت خارجه عليا. هذه هذه كنقولوا احنا عطيسه، كتعطس، وملي كنشمها كنبقى نعطس 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 نعطس. كيبغى ربي يدي لي العمر. هات اسفت، هذه كتكون الشجره ديال البلوط. ها هي لا ماشي الساعه ديالو، ما فيها شي مسكينه. نجي نطلع على المدينه، شوفوا المدينه. ها انتم غتشوفوا المدينه، ها انتم غتشوفوا المدينه. مدينة مالاكا، شتو شو على الجبل. ها هي كتشوف المرسى في كذبان، راه شو المرسى في كذبان. ها هي فين، كما قلت لكم انا البلوط ماشي الساعه ديالو، راه الساعه ديالو البلوط. ها هو ها البلوط، ها البلوط، شتو البلوط. ها هو البلوط، ها انتم ها البلوط، هذا البلوط. ها شتو ها البلوط، ها شتو البلوط. ها هو هذا البلوط، ها سبحان الله. احنا جينا لهذه، هذه ها هي بلات بلات فينا، ها هو بلات نجر هذاك. راه نشوف التليفون بعيد، هذا نجر هذا الفوق، هذا مفتوح. هذا البلوط، هذا البلوط مفتوح. بغيت نجربوا واش حلو، حتى البلوط كاين فيه مر وكاين حلو.
البلوط كاين فيه مر وكاين حلو، ويقدر يكون باقي مبالغ. هو ها هذا الشرط كما كتشوفوا، هذا شويه غير باقي ما طاب شي وصافي، هذا باقي ما طاب شي. ها شفتوا باقي ما طابش الجلده ديالو، هذه البيطه الجلده، هذه اللي هنايا، هذيك الصيره بحال اللي بدات تحمر شويه، ها شويه ما بيش. ها هذا بلوط، هذه الشجره ديال البلوط هي هذه. غنقلب لكم الكاميرا الجهه اخرى. عندي الشجره ديال البلوط، ها هي بلوطه فين وي هي 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 هي. تبارك الله شحال اللوز، تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شو 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 اخوتي، شو 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 شجرة عامرة عامرة عامرة، والله ما غنعكز، غنهود ليلها وغنهرش شي وحده ونجيوها واش الحلو ولا المر، عرفتي؟ شو شو هذه، شو هذه، شو شو هذه كيفاش عاملها عامرة، شو كيتبان لي واقيلا غنمشي نجيب شي خنشة وشي سطل وشي مسقط وغنجي نسقط اللوز. جنان جدي، جنان جدي، ها يبقى يضيع. شو ها اخوتي، شو 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 اللوز على الارض، ها دابا هذا كيف غادي نعمل تسمح فيه، هذا ها 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 كيطيح. ها شو هذا اللوز السنه اللي فاتت، ها هنوريكم باش تشوفوا العربون. ها هذا اللوز ديال السنه اللي فاتت، شو كحال مسكين بالشتا، شفتوه ها اللوز هذا ديال السنه اللي فاتت. ها ما نكذبش عليكم اخوتي، كيبان لي واقيلا غادي نمشي غنشوف شي خنشه وشي سطله وشي مسقط وغنجي نسقط الزيتونه. خيره 8 د الاوروك تقريبا كتعمل الكيلو النوا. الانسان ديال الدار ديالو، شوف شوف تبارك الله، شوف 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 تبارك الله تبارك الله اخي، شوف كنعمل له التصاور دابا، شوف تبارك الله. شوف غادي نقيس حفتي هنايا قدامكم، هادي عامرة، هادي إلا كانت زعما ما جنوها شي نقولها أنا تكون بسم الله بسم الله، واش حلو ولا لا. شو شو النوا ديالها، النوا ديالها مضخمة، شو شو النوا يا شو ما شاء الله، شو شو بسم الله. هاتي عامرة، عرفتي كيفاش عاملة؟ مرة اخوتي، مرة 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 مرة، رجعت بحال الدفلة. خصني الماء، مشكلة ما معياش الماء، راه السد وصل السد، غنرجع فيكونا كنتغداو ان شاء الله ونمشي نشرب. والله الا اخوتي قهرتني، صعيبة صعيبة. شوف شتيها مرة اخوتي، اما اللوزة تبارك الله عامرة، شوف شوف ما شاء الله، شوف كي يجيكم الشمس شوية في الكاميرا عامرة اخوتي، شوف 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 شو. ما شاء الله ما شاء الله. ابقوا معنا ما تمشوا فين، غنمشيو بكم واحد الدورة حتى اللي قلت لكم ان شاء الله، وديك الساعة غادي نرجعوا. تحياتي لكم، ما تمشوا فين، ابقوا معنا. غنطلع من هنا ما الطلعة هذه ساعة نصور ان شاء الله. طلعت من هذه غنمشيها وحده عاود عامره، شوش تبارك الله، شوش عامره، هذه عامره. يا ربي يا ربي ما تفوتش المر، يا ربي يا ربي يا ربي ما تنساش الدعوه ديالي. يا ناتي فين، نجني وحده وصافي. ها هي نجني هذه، هذه غنجي انا غادي نهرسها. ابقوا معنا خوتي، ابقوا معنا نشوف. بسم الله بسم الله بسم الله، طلبوا الله ما تجيش مرة، هاي لك الله يرحم الوالدين ديالكم، قهرتني نواد المر. بسم الله بسم الله، شوف ها هي شوف
هي النوايا واعره واعره والله الا واعره. شو شو على النوايا شو بسم الله بسم الله نو يا الحلاوة الله أكبر حلوة واعرة والله إلا واعرة شو تبارك الله أخوتي عامرة عامرة باللوز عامرة شو أش كيبان لكم أقيلة باقي فيها الخنشة والسطل وشي مسقط أش كيبان لكم واش نعملها ولا ما نعملهاش جاوبوني الله يرحم الوالدين ديالكم واش نعملها ولا ما نعملهاش نمشي نجي مسقط وخانشة وشي قبيبة فاش نجمع اللوز هذا ساهل شوف عايشين في البادية شي كاع ما كيحرفنا فيها شوف تبارك الله شوف هادشي واعر هانتوما شوف تبارك الله شوف 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 كلشي لوزة شوف شوف الحلاوة حلو 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 شو سبحان الله شو حلو ها الزيت هذا كلتهم مرين وهذه الحلاوة ما شاء الله وصافي ما شاء الله ايوا جاوبوني الله يرحم الوالدين ديالكم بركة ما نزيدش نقيس صافي ما خصنيش يخرج فيا شي حاجة مرة نمشيو مع الطريق هذه شو شو هذه شو شو عامرة شو هادي عاود حتى هي عامره الا كاتبه لي في شكاره وشي قبيبه وشي مسقط ها نتذكروشي في واش اللوز يبقى يضيع واش شو هادي عاود شو 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 تبارك الله ها هادي عامره هادي فانتوما الخروب الخروبه ها هادي الخروبه شو عنديكم واحد البلاصه خفيفه بالزربه خصني نرجع نشرب الماء خنقتني ديك النواد المر اللي كنت قبيله خنقتني يا خوتي هانتوما كما كتشوفوا السد شفتوا السد منين هو سير باقي هابط راه القند ديالو في الطرف ديالو فين شادين السد ها انتوما ها واش واش غتخلي عباد الله غتخلي اللوز هذا يضيع ها شوف شو على الارض ها صح ها شوف جلس جلس صغب الجلسه ديالك هيدا صغب الجلسه ديالك هيدا صغب الجلسه ديالك وجني غير بشويه عليك ها ها بشويه عليك جني ها ما حتى شي واحد ما يبرزطك واحد الشيء ساهل ها ها دابا كيفاش غادي عملتي انا تصخاب هذا اللوز هذا يلا قال لا ما نتذكروش فيها اسطل غير قبيبه غير قبيبه ماشي اسطل قبيبة وخنشة ومسقط ونجي لهنا نعم سيدي قوز النهيور ديالك ندخن بعدا واحد جوج كيلو دنوة ولا ثلاثة كيلو ولا ربعة كيلو والله ليلة مضخمة نضربو على حساب شحال كتجي عمل غي سبعين درهم الكيلو سبعين درهم الكيلو صافي بارك اللوز كيضيع صح اللوز كيضيع 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 واش الانسان يخلي حاجه تضيع واش ربي قالنا ايه الحاجه تضيع لا ماشي مزيان اصاحبي ماشي مزيان الانسان يخلي الحاجه تضيع الله يا ودي الانسان ياكلها دابا دخلنا عليكم بالله الله يرحم الوالدين ديالكم ما جاوبوني واش ربي بغى شي حاجه نضيعوها ما خصناش نضيعوها صاحبي الانسان يمشي يمشي ان شاء الله يا ربي واخا شويه ديال التمره ماشي مشكل غنعمل الصباط مزياني باش لا كان شي حنش ولا الله يستر بعدا ما يكونش عندنا التشانك اللي يكون عندنا الصباط طالعين شويه اجي مسقط ديالك وخنيشه خانشه ماشي خنيشه خانشه وشي قبيبه والله حتى ديلك ديك الخانشه عامره باللوز عام شو اخوتي شو شو باش ما تقولش يا ودي غير كنهضر وصافي قولا وفعلا شو 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 شحال اللوز شو 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 هذيك راه هي هذيك راه هي ها هي شو هذه شو شو هادو عاود هنايا شو شو حيتاش شو خاد الهبطه هذه هنايا وخاد الهبطه هذه ما كتهمش ما كتهمش والله ما كتهم هاد الهبطه
شو هذه تبارك الله عامرة. بعدين نقرب لكم الكاميرا في ما يوتل تما دابا لا شفتوا شي حاجة عامرة باللوز عامرة اخوتي. شو كاين هذه كاين هذيك راه هي كاين هذوك راهم الاولى هذوك جوج صغيرين وهذو هنايا عاود شي ثلاثة صغارين وهذيك راه هي عاود راه فينا لا والو عرفتي شني كاين عرفتي اخوتي شني كاين لا والو خانشة ما كافياش ما ندخلوش فيها خانشة ما كافياشي جوج اخوتي جوج الخناشي ومسقط وقوب ولا سطل ها سطل قوب ماشي سطل قوب جوج الخناشي وسطل ولكن عرفتي واحد الحاجه غتبقى لي صعيبه واحد الحاجه ما فكرتش فيها وما ضربتلاش الحساب عرفتوا شنو هي اشي دا والله يرحم الوالدين ديالكم دابا سيدي غنسقط ديك اللوز وغنلقطو وغنعملو في الخناشي ايوا وشكون اللي غيدي لي الدار لا والو حتى شي اللي جلس شوف هذه خصكم تفكروا معايا فيها شكون اللي غيدي لي الدار عرفتو شكونه لا ولكن ما تقدروش تعرفوه أنطونيو اللي ساكن هنا الفوق عنده الحمير هذاك نعم سيدي غنعطيه كيلو ديال النوا وغنعطي له الحمر نوصل عليه جوج الخناش وغير الكاراتيره غير يهبطوا لي غير الكاراتيره نعملو في الطوموبيل هي اللي كاينه انا عيا ولكن حتى نوجد المسائل ونكون معول باش نسقط اللوز الساعه نتصل به ولكن اجي كيلو ديال اللوز كيلو ديال النوا بزاف عليه 70 درهم 80 درهم بزاف لا والو فكروا معايا شي حاجه الله يرحم الوالدين شنو نعمل اللوز كاين جوج الخناشي ديال اللوز جوج الخنشات ديال اللوز عرفتي شنو نعمل سهله والله الا سهله شوف غنجيب ثلاثه قولوا لي علاش ثلاثه الانسان دائما خصو يكون عنده هذا له الا ما كانش عندك هذا راه غاموت الا ما كانش عندك هذا امشي كركب راسك في البحر ضروري الانسان خصو ضروري يكون عنده الراس اش يقول لكم هذا سحالكم الطربوش الراس وفيه العقل غنجيب ثلاثه ديال الخناشي حيتاش ما غنعمرهمش كاملين غنعمل تقريبا من فوق النص شويه ومن فوق النص شويه ومن فوق النص شويه تبعوا معايا الفيلم حتى النهايه وشوفوني واش كنفكر مزيان ولا ما كنفكرش مزيان عرفتوا علاش حيت اش غنخلي الطوموبيل لتحت فيه تغدينا اليوم وغنسقط ديك اللوز وغنعملو في الخناشي وغنوصل النص ورا نص غنوصل النص ورجع ندي النص ونوصل النص ونجي ندي النص هي ثلاثة لانصوص غنديهم وانا ربحت 80 درهم اش بالكم في الفكره واعره جهنميه وعلى عقل عندي كيفاش عامل ويودي عندي العقل ديال البطاطا قال لك هذا العقل دابا سيدي انا هزيت النص وديته للسياره ومن اجي تصيد جوج لانصوص كاع ما كاينين ها شفتو يا ولد اللي يجي واحد يجوج لانصوص يبقى انا بالنص وما هو خلي كل شيء الله يسامح في ديك 70 درهم ولا 80 درهم ديك 7 اورو ولا 8 اورو ماشي مشكل
ونعملهم جوج بهم على الحمير ونديهم للسيارة ومريضنا ما عنده باس. صافي متفاهمين معايا؟ وفي الاخر فكرت ها عندكم ما تسالوا لي ها. الانسان دائما خصو يفكر ويفكر بالعقل، حيت اش بقيتي غير تدخل وتخرج في الهضره ودي غنعمل 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 وغايجي وغايعملوا لك رف داولك هرهروه. ايوا ما شاء الله. يلا الاخوان تحياتي، حكنا معكم حضرنا تهودنا وان شاء الله باقي في البلد ديالي ديك الخنشه لا جوج الخناشي وسطل قوب ومسقط باش نسقطو والحمير باش نديو عليه اللوز لتحت، وهذا الشيء اللي كاين. تحياتي لكم جميعا ونتمنوا ان شاء الله شاهدوا الفيديو حتى الاخر وما تبخلوش علينا في جيم والكومنتاريوس ودائما الجديد ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا وشكرا لجميع الاصدقاء، راكم في القلب. تحياتي.